انطلقت بالعيادة المتعددة الخدمات الواحة في جيجل عملية فحص ومراقبة الملفات الطبية للمستفيدين من قرعة الحج 2024 المقدر عددهم الإجمالي ب 338. العملية التي يشرف عليها أطباء ستسمح بالقبول النهائي للمستفيدين من قرعة حج 2024. أيمن عبد الرحيم. الله يبارك الشهر، انا فرحانه، ربي يلحقنا ليه، ربي يلحقنا ليه ان شاء الله يبارك فيك. عيش 14 سنه وانا نستنى وفرج رب العالمين، ولي كندرس انا هكذا ما قعدتش هذا الوقت. انا هذا 14 سنه وانا نستنى، خرجت عام الاول بصح لغوني والسنه كيتسب رب العالمين هوا هوا رايح. حنا ربي يلحقنا لتما بخير وربي يجعلنا خاوة ان شاء الله حنان، وانتم حبيبات سيدي تربشي في قلبه ربي معاه. ونقوم بفحص هذا كل هذا الحجاج الملف الطبي تاعهم، والظروف يعني راهي ظروف جيده لحد الان، الاستقبال حتى الملفات الطبية راه يعني منظمة جدا. استقبال الحجاج ميامين كان في ظروف جد عادية، كانت تسهيلات من طرف يعني المدراء المؤسسة، مدير المؤسسة، مام يعني حتى الأطباء يعني كانوا في المستوى. تم تسخير كافة الوسائل البشرية والمادية والأعوان الاستقبال، وتم تسخير كافة الأمورات من أجل الاستقبال الحسن للحجاج. هذا البرنامج خصصناه لمدة أسبوع، يعني ابتداء من هذا اليوم وحتى اليوم الخامس 21.